اللجنة السعودية للألعاب الشعبية دورها تعزيز مفهوم الألعاب الشعبية في المملكة العربية السعودية وتعزيز ممارستها في المجتمع السعودي. انطلقنا اليوم في بطولة الضومنة في جيزان كون لدينا باكورة وحزمة من الألعاب الشعبية اللي بنعزز الممارسة فيها في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. ووجدنا أنه لعبة الضومنة منتشرة جدا في منطقة جيزان، ومما جعلنا نحرص أنه نؤسس روابط محترفين وهوات لهذه اللعبة ونعزز ممارستها في مجتمع منطقة جيزان.